طيب قال ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى ورأوا ما صنع أبو طالب به. طبعا أبو طالب عمه وقف معه قريش جل أبو طالب فقالوا له إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وعاب ديننا فإما أن تخلي بيننا وبينه. أنت زح منه نحن نتصرف معه وإما أن تكفه عنا. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومي جاءوني وكلموني فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. فشوف النازل دارين شنو أديهم الشيء دارينه. فقال له إما أن تنتهي عما تقول أو نحن كمان نستعد للحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الحديث وإن كان في إسناده كلام ولكن معناه صحيح. قال له لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك ما أنا فيه ما أنا بتارك ذلك حتى أهلك دونه. فطوالي قام عم أبو طالب ذكر له الأبيات قال له أمشي وابقى في اللي أنت دار تسويه ها وأنا بقف معاك. قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الأبيات دي بقت تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. قريش قامت جاته بخطة ثانية كويس. قالوا له مشوا إليه بعمارة ابن الوليد والقصة دي كانت قبل ما عمارة يعني يودوه لقصة الحبشة ذكرناها قبل كده قبالة. قام ساووا له عمارة ابن الوليد فقالوا يا أبا طالب هذا أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله فإنما هو رجل برجل. أدى واحد بدل ولا ودل ودخو ده ها بنديك بدل عمارة ابن الوليد جميل ها ومن بني مخزوم كده ما في كلام ولد بولد أدينا داكنا كتله وشيل ده انت بدل. فقال لهم أبو طالب بئس ما تسومونني المساومة بتاعتكم بئيسة تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. وده كلام ذو العاقل. وفي رواية قال هل رأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها. انتوا بتدوني جنى ما حق أنا ما بحن له أنا بحل يا ولدي. فقام قال له فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل يا أبا طالب لقد أنصفك قومك. المطعم ده مات مشركا برضه لكن ده ودع عم لأبي طالب ودع عمه طوالي لأنه المطعم ابن عدي ابن نوفل كويس
ونوفل ده من أخوان منه؟ من أخوان هاشم. تذكروا قلنا هم أربع أخوان، نوفل والمطلب وعبد شمس وهاشم، ده الأربع أخوان. نوفل ده جد منه المطعم ابن عدي ابن نوفل، ده ود عم أبو طالب طوالي. فقام قال له يا أخي والله ما أردت إلا خذلاني، أنت دار تخذلني بس. وذكر يعني خذلان المطعم ابن عدي في قصيدته الطويلة اللامية، هدينا بعد شوية. قال له أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل، أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. لأنه عبد شمس ونوفل ديل ما باعتبار أجداده، ديل الاثنين خزلوه وحيذكرهم في القصيدة بتاعته ديك وبيعيبهم، لأنه ما وقفوا معاه، ما وقفوا معاه إلا بنو عبد المطلب وبنو هاشم، ديل اللي وقفوا معاه. أما جدو عبد شمس ما وقفوا معاه، ولا بنو نوفل ما وقفوا معاه.